بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نبلش إن شاء الله بمساق CS 110 برمجة بلغة مختارة اللي هي لغة بايثون لطلبة العلوم والطب والصيدلة. المدرس لصبا شاهر، شعبتكو شعبة 5 من 6 للـ 7. راح نشوف، لاحظ، راح نشوف أول إشي شو الإشي راح نغطيه بهاي المحاضرة. راح نحكي عن السيليبس، راح نحكي لكم كيف تنزلوا الأناكوندا اللي هي السبايدر اللي البرمجيين راح نشتغل عليها بالبايثون. راح أعلمكم كيف تفوتوا وتنزلوها لأنه لازم تكون موجودة على أجهزتكم عشان تقدروا تطبقوا. وراح أحكي لكم مقدمة عن لغات البرمجة، مقدمة بس عن لغات البرمجة وشو أساس لغة بايثون. اتفقنا؟ نشوف أول إشي السيليبس. طبعاً المدرسين مش مكتوبة بهاي، هاي خطة تفصيلية، الخطة اللي حطيت لكم إياها على الموقع. أنا حطيت لكم على الموقع الخطة وسلايدات شابتر 1 ورابط المحاضرة على موقع الإي ليرنينج. للي بعده مش عارف في السيليبس، وبدي أحط لكم الإي بوك، إلكترونيك بوك، نسخة إلكترونية من الكتاب كمان، راح أحط لكم إياها إن شاء الله. حط لكم حاليا الرابط والسيليبس وسلايدات شابتر 1. طبعا المادة CS 110 في عنا الكورس ديسكريبشن، وصف المساق. وصفه إنه أنا راح أتعلم أساسيات لغة برمجة مختارة. أحيانا كنا ندرس فيجوال بيسك، على فترة درسنا لطلاب الطب مثلا والعلوم السي بلس بلس، على فترة درسنا لهم الفيجوال بيسك. هسا انتقلنا إن سنة سنة وشوي انتقلنا للبايثون مع طلاب الطب والصيدلة والعلوم. بغض النظر عن لغة البرمجة، في أساسيات مشتركة بين كل لغات البرمجة، لهيك إحنا مش كثير بتفرق معنا لغة البرمجة المستخدمة. لهيك إحنا عادة مثلا طلابنا، طلاب كلية الآي تي، بنعلمهم لغة برمجة وبنحكي لهم أنت بتقدر تتعلم أي لغة برمجة ثانية. حتى أنا مثلا بعرف السي بلس بلس وبعرف جافا، حكونا درسوا فيجوال بيسك درسنا فيجوال بيسك، درسوا بايثون درسنا بايثون، ما لقينا إشي صعب. يعني بجوز حضرنا ساعتين ثلاث عن البايثون، تعلمنا البايثون. ليش؟ لأن أنا بعرف سي بلس بلس، يعني بعرف أساسيات الانبوتس والاوتبوت، مبدأها، الدوران، جمل الاختيار، الفانكشن، أنا عارف كل الأساسيات. بس شفت شو صيغتن بلغة بايثون. هسا أنتم بتتعلموا بايثون، إذا حبيت طبعا أنتم مش مطلوب منكم تتعلموا لغات برمجة لأنه مش تخصصكم، بس ممكن يلزمك. ليش إحنا بنعطيك لغة برمجة؟ لأنه ممكن يلزمك تعمل تطبيق خاص فيك، مثلا بالصيدلة، بالطب، بالعلوم، بالرياضيات، بالفيزياء، بالكيمياء، بالإحصاء. ممكن تعمل تجربة، محاكاة لتجربة ببرنامج، تعمل برنامج وشوف النتائج بدون ما تعمل التجربة يدوي. البرنامج بيعملها وبعطيك النتائج. هل ممكن هذا الإشي يصير بالكمبيوتر؟ آه ممكن. ليك إحنا بنعلمك لغة البرمجة. أساسيات لغة البرمجة منها الـ Input Output، الـ Data Types، تعريف Functions، اقترانات، الـ Working، نشتغل مع الملفات، نتعامل مع ملفات، نقرأ منها، نكتب فيها، الـ Programming، الـ Object Oriented. لا، مش مطلوب منك هون بهاي المرحلة، مش مطلوب منك الـ Object Oriented Programming Principles، هاي لازم تنشال من الوصف لأنه إحنا منعطيش Object Oriented. لطلاب الـ IT منعطيهم مساق لحاله، غير حتى المساق الأول اسمه 111 عندهم، المساق الثاني 210 بحكي عن الأوبجكت أورينتد بروغرامينج. يعني إحنا ما بنتطرق للأوبجكت أورينتد. رح نعطيك بيلد إن داتا ستراكشر. شو الداتا ستراكشر؟ اللي هي طرق تخزين البيانات. رح نعلمك عن الليست، ورح تأخذ السيتس أنت. طبعًا هو بالبايثون في ليست وفي سيتس وفي سترينج. طبعًا سترينج كمان رح نأخذه، رح نأخذ الليست والسيتس. بس بلغة بايثون في عندي كمان ديكشنريز، في عنا تابلز، إيش اسمه تابلز وإيش اسمه ديكشنريز. إحنا مش رح ناخذ التابلز والديكشنريز، رح ناخذ الليست والسيتس، نشوف شو الفرق بيناتن. وفي عنا لايبراريز، رح نستخدم لايبراريز، اقترانات، مكتبات جاهزة. في عنا مكتبة اسمها سايباي، سايباي اللي هي ساينس بايثون، خاصة بالساينس، من خلالها بتقدر تعمل تكاملات، تقدر تعمل ضرب ماتريسيز، إذا بدك تضرب ماتريكس ماتريكس، مصفوفة مصفوفة، كله موجود جاهز. إذا بدك تحل لينير سيستم، شو يعني لينير سيستم؟ مجموعة معادلات خطية، X 2 X زائد 5 Y زائد 6 زائد 3 Z مثلا، 1 X زائد تساوي 10. هاي مجموعة معادلات، إذا بدي أوجد قيم X و Y و Z فيها مباشرة بطريقة سهلة كثير بدون ما تحل يدوي،
بخطوة واحدة بتعمل خطوتين بعطيك الجواب، لأنه فيها في عندنا باللايبراري ساي باي ونم باي في فانكشنز جاهزة تشتغل لي أشياء كثير. في عندنا اللايبراري ساي باي ونم باي، طبعا الماث رح ناخذها من البداية، بس هذول الساي باي والنم باي والمات بلوت والبانداز رح ناخذهم آخر إشي. الساي باي والنم باي بتخصص بالأريز بالماتريسيز بالمصفوفات كثير، وبالأشياء اللي لها علاقة بالساينس. بالباندا المات بلوت لها علاقة برسم المنحنيات، يعني إذا أنا عندي علاقة بدرسم المنحنى إلها بستخدم المات بلوت. وفي عنا لابراري بانداز اللي هي التعامل مع الملفات بطريقة أعقد. إحنا رح ناخذ تشابتر عن الفايلز، عن الفايلز التكست فايلز، بس البانداز هاي لا، إذا بدي أتعامل مثلا مع الإكسل مع شو ما كان الملف رح يعلمك كيف تتعامل مع الملف، كيف تقرأ منه ريكوردز، كيف توجد أعلى قيمة أقل قيمة، تعمل وصف إحصائي، توجد الماكسيمم المينيمم الميديان الوسط والوسيط والانحراف المعياري والستاندرد، كل هذا في إمكانية كمان توجده بالبانداز، مش بس تقرأ. إحنا لما ناخذ الشابتر الفايلز رح نتعلم نقرأ ونكتب على ملفات بدون ما آخذ منها مثلا أعمل عليها عمليات إحصائية. في عندي عدد من الأوبجيكتيفز تقرأوها، نشوف الليرنينج أوتكمز، الكورس ليرنينج أوتكمز لهذا المساق. طبعا الكورس ليرنينج أوتكمز هاي السيليبس مش محدد نسب علامات، السيليبس اللي حطيت لك إياها المواضيع مكتوبة مختصرة، بس هون في علامات 15% 20%، هاي تقريبا توزيع العلامات كيف تتوزع على كل ليرنينج أوتكم تقريبا، هي مش فعلي. يعني احنا بنحاول لو ما نعمل امتحان مثلا نقول منا على الليرنينج أوتكم واحد بأربع أسئلة، على الليرنينج أوتكم اثنين مثلا خمس أسئلة، على الليرنينج أوتكم ثلاث كذا، إذا كان بغطي كل المواضيع. اتفقنا؟ ليك احنا بنغطي بالأسئلة كل الليرنينج أوتكمز مع نهاية الفصل، مش شرط المد يغطي كل الليرنينج أوتكمز، مثلا المد ممكن يغطي ثلاثة اثنين ثلاث، على الفاينل بغطيهن كلهن بنسبة معينة، الكوزات بغطي ممكن كل كوز يغطي ليرنينج أوتكم معين، بس بالنهاية الليرنينج أوتكم مثلا خلال الفصل هذا مثلا جمع 20%، هذا جمع 15%، هذا بالنهاية كلهن بجمع لي 100%. أول learning outcome بتوقع منك المخرجات التعلم بعد ما تتعلم المساق. Describe a simple real world problems in a computer program by apply programming instructions and modules. توصف، يعني لو أعطيتك code a simple real world problems، مشكلة معينة موجودة بالواقع، وقلت لك اكتب لي إياها بلغة برمجة، بلغة البرمجة اللي أنت بتعلمتها، تقدر تكتب كود يحل هاي المشكلة شو ما كانت المشكلة. طبعا مشاكل كثير، احنا عادة نعطيك مشاكل صغيرة، بس فعليا انت بتتعلم البرمجة عشان تحل مشاكل حقيقية، مشاكل فعلية موجودة. طبعا هاي كونها مادة بداية لهيك بنقول لك simple real world problems، simple مشاكل بسيطة. learning outcome الثاني student learning outcome رقم 2 explain simple code segment and paraphrase the code's logic and arithmetic into another. لاحظ تشرح كود، لو اعطيتك كود قلت لك شو هذا بيعمل، بيقدر مش what's the output، شو بيشتغل، وصف شو بيشتغل. لو قلت لك حول كود من كود اخر من كود لكود، يعني احنا بالدورانات مثلا بالدورانات رح ناخذ وايل وفور، ممكن اطلب منك اعطيك الوايل اقول لك حولها لفور، شو الفور اللي بقابلها، لو بدي اكتبها بصيغه الفور بدل الوايل، او فور اكتب لي اياها بصيغه الوايل مثلا ممكن اعطيك مثلا arithmetic expression تعبير معين اقول لك حوله، ممكن اعطيك مثلا حل بطريقه معينه واقول لك في طريقه ثانيه ممكن تحل لي اياه الجواب يطلع نفسه بس بطريقه مختلفه شوي. هذا بدل على فهمك للهاي. Demonstrate the beginner، طبعا انتوا اسئلتكم اكثرها multiple، بس احنا على فكره حتى لو multiple، حتى لو الاسئله multiple احنا بنجيب نمط من يعني اي من الكودات التاليه جوابها كذا، بدك تكون عارف عشان تختار الخيار. صح بنعطيك خيارات
بس عشان تختار لازم تكون فاهم كل إشي. Demonstrate the beginner ability to locate and fix coding errors. بدي يكون عندك القدرة على اكتشاف وتصحيح الأخطاء. أعطيتك كود فيه أخطاء، أقول لك كم عدد الأخطاء، شو السطر اللي فيه الخطأ، شو نوع الخطأ، هيك الأسئلة. طبعاً إذا عرفت السطر اللي فيه الخطأ مش بس تقول لي شو هو الخطأ، بدك تكون عارف شو هو سبب الخطأ. يعني ممكن أجيب لك بالامتحان كود أقول لك which line contains error، أجي باجي بقول لك واحد الايرور كذا كذا كذا، رد أقول واحد بس بحط سبب الايرور إشي ثاني. يعني أنت حتى لو عرفت السطر الأول إنه فيه الايرور، إذا ما كنت عارف السبب بالضبط مش راح تعرف تجاوب. لهيك لازم كمان تكون عارف سبب الايرور. إذا كنت عارف السبب يعني أنت تلقائيا عارف تصحيحه. إذا عارف شو الايرور وشو سبب الخطأ بكون أنا إيش؟ بكون عارف شو الصح بدون ما أقول لك شو الصح، بدون ما تقول لي أنت شو الصح. بما أنك عرفت شو الإيرور وشو اسمه شو هو، أنت عارف الصح بتكون. الليرنينج أوتكم الرابع، يعني كل امتحان رح يكون جزء منه أي من الأسطر التالي فيها خطأ، أي يعني في جزء على الإيرورز. Apply and use built-in compound types، بحكي لنا نستخدم ونطبق الكومباوند تايبس. شو يعني كومباوند تايبس؟ الانواع المعقده زي الليست، السيتس اللي قلنا رح ناخذ ليست وسيتس لتخزين البيانات، كمان استخدام اللايبرريز تو سولف ا جيفن بروبلم لحل مشكله معينه. امبلوي كمبيوتر ليرنينج اوتكم 5، امبلوي كمبيوتر فايلز باي رايتنج بروجرامينج كود فور ديفرنت فايلز مود، انك تستخدم الملفات هنا، انك تقدر تكتب برنامج تقرا وتكتب من ملف. طبعا نفس مثلا ممكن احل مشكله المضروب، بالبدايه رح نتعلم المضروب، مثلا بقرا قيمه ان من الكيبورد وبطلع النتيجه على الشاشه. بعدين ممكن اقول لك نفس المشكله بس ان لا تقراها من الكيبورد، اقراها من فايل قيمه ان اللي بدك تحسب لها المضروب، والنتيجه خزن لي اياها في فايل مثلا. طبعا احنا هاي شغله بسيطه، ممكن على إشي على نصوص رح نتعلم، ما احنا نتعامل مع النصوص. ممكن اقول لك لا تدخلش النص، ممكن بالبدايه اقول لك دخل لي النص من الكيبورد، بعدين اقول لك لا بدك تشتغل على نص، اقرا النص من ملف والنتائج خزن لي اياها من ملف اخر. لازم تقدر تتعامل مع الفايلز الملفات. هذا الليرنينج اوتكم 5. الليرنينج اوتكم 6 انك تقدر تتبع كود وتعطيني اوتبوت. Outline and separate the flow of logic of code segment and infer its output. استنتج الاوتبوت، تتبع كود وتعطيني اوتبوت. اسم الكتاب المطلوب الرئيسي The Practice of Computing Using Python. The Practice of Computing Using Python. المؤلفين ويليام بانش and Richard. سنة 2018 وهو الطبعة الثالثة، ولو كان لو لقيت الطبعة الثانية عادي موجود. طبعا هو على موجود على الجوجل، يعني لو بحثت عنه تلاقيه على الجوجل، وانا راح احطه على الاي ليرنينج بدي اشوف وين موجود عندي. هو المفروض انه موجود عندي الكتاب النسخة الالكترونية، بدي ادور عليه واحط لكم اياه على الاي ليرنينج. هاي ريفرنسز اخرى اذا بدك ترجع لمراجع اخرى غير المرجع الرئيسي. طبعا احنا اعتمادنا الاكثر على السلايدات. هو أنت إذا ركزت وفهمت كل شيء بالسلايدات وأخذت أسئلة وطبقتها خلاص بتكون وضعك كويس. الـ Teaching Methods، عارفين Teaching Methods هي Online، يعني رح نستخدم الزوم للمحاضرات. رح أنزل لكم أشياء تفاعلية. شو يعني تفاعلية؟ يعني مثلا نزلت فيديو في 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 على H5 على الـ E-Learning. شلون يعني؟ بنزل لك الفيديو، كل خمس دقائق مثلا بحط لك سؤال. الفيديو هذا انت لازم تحضره وكل خمس دقائق تشوف شو السؤال تجاوبه عشان تعرف. مش بس الفيديو خلاص هذا نزلته تفتحه حضرته ما حضرته مش مشكله، ممكن ننزل اسئله تفاعليه انه سؤال وجاوب عنه. طبعا السؤال التفاعلي انه حتى لو جاوبت انت غلط بسمح لك انك تظل تعدل لحد ما يصير جوابك صح، عادي مش مشكلة. بس إنه إيش، أنت بالنهاية بتكون تعلمت الأشياء التفاعلية، بتكون تعلمت معلومة معينة بالنهاية، وحط لك علامة، بيسجل لك علامة. طبعا الحضور مهم. كيف رح ناخذ حضور وغياب؟
عندي برنامج من الفصل الماضي بعتينه، بس أنا ما استخدمتوش الفصل الماضي، بدي أفعله، بيسجل لكل طالب كيف متى دخل ومتى خرج وكم دقيقة حضر من المحاضرة بالضبط، بيكون هو بيسجل لحاله بدون شات وبدون أي شيء، البرنامج لحاله بيسجل لك كل شيء، أي ساعة دخلت وأي ساعة طلعت وكم دقيقة حضرت من المحاضرة. طيب هاي قايل لي أناكوندا ديستريبيوشن، ممكن أستخدم أناكوندا 5.2 for Windows Installer. هسا راح أوريك الفائل أناكوندا اللي راح أدخل على النت وأفتح على أناكوندا، راح أحط أناكوندا 3 أنا، هاي هو حاط أناكوندا 5.2 بس إحنا بالبداية نزلنا أناكوندا 3. الغش طبعاً عارفين قواعد الغش، الغش ممنوع، بتصل عقوبتها للفصل من الجامعة، الامتحانات على الأغلب إنها بالجامعة، حتى المواد الأونلاين إحنا تعليمنا أكثر وجاهي، المواد الأونلاين رح يكون كمان الامتحانات بالجامعة، غير الكويزز، ممكن الكويزز تكون عن بعد الكويزز، لأنه فيش مش رح نحجز مواعيد للكويزز للكويزات إذا كان في جزء، توزيع العلامات بالضبط بعده ما بين، أما الأكيد الخمسين فاينل، الخمسين اللي ظلن ممكن يكون نص مد ونص، مثلا 30 مد و20 للمشاركة، أو 35 مد 15 مشاركة، ما بتعرف كيف، هذا بصدر فيه قرار مجلس تعليم عالي، دائما كل فصل بيطلع قرار جديد، وانتم بتعرفوا كل فصل، يعني أول فصل أعطينا 35 مد و15 مشاركة، الفصل اللي وراه قالوا لنا لا 30 و20، الفصل اللي وراه قالوا لنا 25 و25، الفصل الصيفي قالوا لنا أنت حر، يعني بإمكانك 25 وبإمكانك 30 و20، بعض المواد عملناها 30 و20، بعض المواد عملناها 25 و25، حسب كيف بعطونا القرار. طبعا كل الشعب بتلتزم بنفس القرار، يعني مش راح تلاقي شعبة فلان اشتغل كذا وشعبة لا، في تنسيق، كلنا بنشتغل نفس الشغل بس بناء على القرار اللي بصنع. نشوف المواضيع رح نخطيها خلال المساق. التوبكس في عنا أول إشي اللي هو chapter 1 introduction and basics، اللي هي مقدمة وأساسيات. طب شو الأساسيات اللي بدي أتعلمها بلغة بايثون؟ بدي أعرف شو يعني برنامج، كيف بطور برنامج، بعدين بدي أعرف شو يعني importing modules، شو يعني متغيرات اللي هي memory concepts، كيف بستخدم متغيرات x y salary tax، كيف بستخدم هاي المتغيرات، شو مفهومها بلغة بايثون، وشو النيمينج كونفنشن. شو يعني نيمينج كونفنشن؟ يعني شروط التسمية، هل في شروط للتسمية المتغيرات بلغة بايثون؟ في شروط، رح نتعلم شو الشروط، رح ناخذ عن أنواع البيانات variables and data types. هذا chapter الأول طويل شوي، يعني في مواضيع كثير، المتغيرات وأنواعها. في بلغة بايثون ما فيها تعريف للمتغير، بس لازم أنا مثلاً أجي أقول X تساوي 10، هيك هو لحاله بيعرف إنه X هو متغير، هو نوعه integer، بدون ما أقول له إنه X integer، هو عرف نوعه بناء على القيمة. بس لو جيت قلت له print X وأنا مش قايل له X شو هي، بعطيني error، بعطيني error، بيقول لي X not defined. طب قل لي ما أنت بتعرفيش بلغة بايثون ما فيش إيش اسمه تعريف، بقول لك فيش تعريف واضح، بس هو لحاله انت لما تقول له مثلا x تساوي 10 بيعرف انه x نوعها انتجر، لو قلت له x تساوي 10.5 بيعرف انه x هي float عدد حقيقي، لو قلت له x تساوي true بيعرف انه x هي boolean، لو قلت له x تساوي hello بيعرف انها x هي string، وهكذا. راح نشوف انواع البيانات، راح نشوف التايب كونفيرجن. شو يعني تايب كونفيرجن؟ يعني تحويل نوع لاخر. طب هل راح يلزمني التحويل؟ بيلزمني كثير، راح نشوف متى بلزمني التحويل، بلزمني بحالات كثير، راح نشوف أهمها اللي هي الانبوت، getting input، جملة الانبوت لما بقرأ من الكيبورد قيمة لمتغير، القيمة المقروءة من الكيبورد دائما بعتبرها string، طب إذا أنا بدي أخزنها بمتغير يعتبرها integer لازم أحولها لانتجر، إذا بدي أقرأها من الكيبورد ويعتبرها float لازم أحولها لفلوت، إذا بدي أقرأها من الكيبورد ويعتبرها true لازم أحولها لترue، لبوليان قصدي بوليان true أو false. طيب رح نتعلم كيف نعمل جملة الانبوت، كيف نحول النوع البيانات حسب المطلوب.
راح نتعلم العمليات الحسابية، حسابات الكالكوليشنز، الجمع وطرح وضرب وقسمة وباقي قسمة وأس. راح نشوف شو رموزهن بلغة بايثون. الجمع والطرح والضرب معروفات، ناقص وبلس وستار اللي هي الضرب والقسمة، في قسمة صحيحة وفي قسمة حقيقية بلغة بايثون كمان. السلاش هاي قسمة حقيقية، دبل سلاش قسمة صحيحة، دبل سلاش بحط أعطيني قسمة صحيحة. الباقي القسمة اللي هي البيرسنت، إشارة البيرسنت بعطيني باقي القسمة. راح نشوف الأس، ستار ستار بلغة بايثون، ستار ستار يعني أس. راح نشوف شو كل العمليات شو معناها، شو الشروط فيها. راح نشوف شو يعني ستيتمنت. في عنا إيش اسمه ستيتمنت بلغة البرمجة، في عنا إكسبريشن تعبير. لما أجي أحكي إكس زائد واي هاي إكسبريشن، لو قلت له زد تساوي إكس زائد واي هاي صارت كلها جملة مش إكسبريشن، جملة. في إيش اسمه جملة ستيتمنت، في إيش اسمه إكسبريشن. and comments الملاحظات، كيف بكتب ملاحظات بلغة البرمجة. طبعا كل لغات البرمجة فيها comments، بس طريقة التعبير عنها بتختلف من لغة لأخرى. يعني بالسي بلس بلس طريقة شلون بكتب الكومنت تختلف عن البايثون، تختلف عن فيجوال بيسك وهكذا. تفكين عن هاي، بس مبدأ الكومنت نفسه ملاحظة، رح نشرح عنها وقت ما نحكي عن الملاحظة. printing and output، كيف أطبع نتائج. رح نتعلم جملة البرنت، برنت بين أقواس الإشي اللي بدي أطبع. رح نتعلم شو يعني keywords، كلمات محجوزة، شو علامات الترقيب ممكن نستخدمها. راح نتعلم الأولويات، الأوبريتر بريزيدنس. يعني أوبريتر بريزيدنس اللي هي الأولويات، يعني جاء الضرب والقسمة أولويتها أعلى من الجمع والطرح. نتعلم الأولويات، سلم الأولويات بالعمليات. ميكست أوبريشنز، ديفينيشن أوف إيرورز، نتعلم كيف الأخطاء. أوغمنتد أسايمنت، شو الأوغمنتد أسايمنت؟ رح نتعلم جملة الإسناد العادية، X تساوي 10، هاي نسميها إسناد، إن أسندت 10 للإكس. Y تساوي 5، هاي إسناد، أسندت 5 لواي. بعدين رح ناخذ أوغمنتد، شو الأوغمنتد؟ اللي هي بلس إيكوال، باجي بقول X بلس إيكوال 5، X ماينس إيكوال 6 مثلا. شو معناها بلس إيكوال؟ معناها زيد على قيمة X الحالية 5. لما أجي أقول له X، هاي بنسميها أوغمنتد أسايمنت. طيب بعد ما نخلص شابتر 1 اللي فيه كل الأساسيات هاي، لاحظ أساسيات الجمل البسيطة فقط شابتر 1. هسا رح نصير structured أكثر ببرنامجنا. شابتر 2 ببلش يعطيني control structures، بلش يعطيني هيكلية للبرنامج، مش جمل بسيطة input وprint وعمليات حسابية، لا، صار في عندي جمل زيادة اللي هي جمل الاختيار decision and repetition، جمل الدوران. لاحظ الديزيشن ستراكتشر، قبل ما بلش اقول لك عن الاف لازم اشرح لك عن البوليان، عن البوليان اكسبريشنز، صح ولا لا؟ لازم اشرح لك عن التعابير المنطقيه اللي ناتجها ترو او فولس، لان بجمله الاف بدي اقول لك اف كونديشن ناتج ترو او فولس. راح نشرح لك عن البوليان اكسبريشن. طبعا عشان اقدر اعرف بوليان لوجيك او بوليان اكسبريشن لازم اعرف الاوبريتورز اللي بستخدمها للتعبير عن البوليان اكسبريشنز، اللي هن اللوجيكال اوبريتورز والريليشنال اوبريتورز. الريليشنال اوبريتورز اقل اكبر، اكبر او يساوي، اقل او يساوي، لا يساوي، ويساوي، ايكواليتي. في الايكواليتي راح نشوف شو اشارتها، كلها شو اشاراتها، هذول بنسميها الريليشنال. نتيجتها ترو او فولس، اكس اقل من واي، واي اكبر من زد، وهكذا. اللوجيكال اللي هن الاند والاور والنوت. راح نشوف مفهوم الآن. طبعاً كلكم عارفين الآن بتربط بين two expression، expression and expression. إذا true and true true، true and false false، false and true false، false and false false. هاي راح نشرحهن بالتفصيل. الأور كمان بربط بين two expression. النات لا، بسبق expression واحد، not expression. إذا expression true بصير النتيجة false، إذا expression false بصير النتيجة true. راح نشرحهن بالتفصيل. أول شيء logical والrelational operators. بعدين راح ناخذ عمليات المقارنه، ابلش اقارن مثلا احمد اقل من علي، اقارن بين سترينجز، هاي كومبيرينج سترينجز، راح نعلمك تقارن بين سترينجز نتيجتها ترو او فولس. بدي استخدم الريليشنال اوبريتورز، بس مثلا ممكن اقارن بين ارقام 5 اقل من 10، ممكن اقارن بين سترينجز. راح نعطيك القاعده على سترينجز، طبعا انتم اكيد عارفينها بس للتاكيد للتوضيح. رح ناخذ شيء اسمه multiple assignments،
قبل ما ندخل على الديسيشن، شو يعني مالتيبل اسايمنت؟ مثلا ممكن اقول A تساوي B تساوي 5، هاي مثال على مالتيبل اسايمنت. ممكن احكي A فاصلة B فاصلة Z تساوي 1.2.3 بلغة بايثون. راح نيجي لها شو معناها بالتفصيل مالتيبل اسايمنت. بس ناخذ هاي اساسيات الريليشنال واللوجيكال والبوليان اكسبريشنز. فبلش بجملة الاف اللي هي جمل الاختيار. في عندنا اف بدون إلس، اف بسيطة، وفي عندنا جملة اف إلس. في عندنا جملتين اف لحالها ما لهاش إلس بصير، وفي عندنا جملة اف مع إلس. بعدين عندنا نستد، نستد ديزيشن ستراكشر. كيف يعني نستد؟ يعني اف داخلها اف داخلها اف، جزء الإلس ممكن يكون داخله اف، هيك بحكي عنه الاف. اذا الجزء الالس في اف بقول الاف، بقولش الس اف، بقول الاف اف الاف الس. في عده ممكن تكون متداخل بعده اشكال، اتفقنا؟ الاف الس. بعد ما نخلص من جمل الاختيار ببلش دور جمل الدوران الريبيتيشن. طبعا اول شابترين هن طوال لانه فيهن معلومات كثير بالاساسيات، والاساسيات بلغه بايثون كثير. لا تقولوا انها لغه سهله، هي مش سهله، هي يعني بتسهل البرمجه بس فيها تفاصيل كثير، يعني اللي بده يتعلمها بده يجتهد. بس هي كلغه يعني البرمجه بالبايثون اسهل بكثير مني، يعني لو عندي مشكله معينه بدي ابرمجها بلغه بايثون بيكون علي ابسط بكثير من اروح على سي بلس بلس مثلا ابرمجها. بس بنفس الوقت هي اللغه بدها مهارات وبدها متابعه عشان نقدر نتعلمها. لاحظ introduction to repetition structure. repetition اللي هي جمل الدوران. and the way of changing control. طريقة تغيير الكنترول بحيث أقدر أكرر مجموعة من الجمل عدد من المرات. أكرر، مش شرط أظن أكرر كتابة الكود، لا، بعمل دوران يكرر العملية. طيب في عنا الوايل لوب، رح ناخذ وايل. الوايل له شيء طبعا نفس الشكل، بس إحنا بناخذ counter control و sentinel control حسب شكل الشرط. هي while condition، ما دام الشرط true نفذ مجموعة جمل كرر. طبعا هيك صيغتها بشكل عام، while شرط، إذا الشرط true نفذ جسم الدوران، وارجع الشرط true نفذ. بس ليش مصنفين لي هون counter control و sentinel control؟ هذا بناء على شكل الشرط، راح نتفصل لكم إياهن. بس نحكي عن while. الفور loop، راح ناخذ جملة الدوران مش بس while، فور. الفور دائما counter control، هي مش سنتينال كنترول، دائما كاونتر كنترول. يعني لو شفنا مين الاشمل مين الامرن، مين الامرن بتقول لي وايل، وايل امرن، لانه يعني الوايل شوفوا بتشتغل كاونتر كنترول وبتشتغل كمان سنتينال كنترول، بس الفور بس بتشتغل بالكاونتر كنترول. طب شو يعني كاونتر شو يعني سنتينال؟ رح نيجي ناخذها بوقتها. بعد ما ناخذ الدورانات رح ناخذ ايش اسمه بريك وكونتينيو. بريك وكونتينيو، البريك اللي هي أخرج من الدوران، الكونتينيو أستمر. طب شو يعني أستمر؟ كمان رح ناخذه بوقته. في عنا فانكشن رح نستخدمه بالفور كتير اسمه رينج، رينج فانكشن. الرينج فانكشن هذا زي سلسلة، يعني بقول له رينج 1.6، يعني كأني بقول له ولد لي أرقام من 1 لـ 6 متسلسلة، 1، 2، 3، 4، 5. طبعا الانت دائما مش ملهوش. نستد لوبس، رح نحكي عن اللوبز المتداخله، لوب داخله لوب داخله لوب. كمان زي ما حكينا عن نستد اف الس، كمان في عندنا نستد لوبز. التشابتر 3 بيحكي عن الوركينج وذ سترينجز، التعامل مع النصوص، كيف اتعامل مع السترينجز. كثير مهم اني اقدر اتعامل مع النصوص. رح نشوف شو يعني سترينج تايب، شو هو السترينج اللي هو مجموعه من الرموز، كيف هذا السترينج بتمثل داخل ذاكره الكمبيوتر على شكل مصفوفه. كل رمز عبارة عن موقع، كل رمز له رقم اسمه إندكس بيمثل ترتيبه داخل، يعني هلو مثلا الإتش بتتمثل بتتخزن بموقع، الإي موقع، الإل موقع، الإل الثاني موقع، الأوم موقع. الإتش بكون الإندكس إلها زيرو، الإي ون، هذا كله مبدأ الإندكسينج. وكيف تتخزن السترينج رح نتعلمه ببداية السترينجز اللي هي تمثيله إتش ريبريزنتيشن. راح نشوف شو يعني indexing and slicing. يعني index اللي هو الرقم اللي بيمثل ترتيب العنصر، ترتيب الرمز داخل النص. slicing اللي هي اني اقدر اخذ مقطع، يعني مقطع يعني جزء من السترينج. راح نعلمك مبادئ السلايسنج، كيف اخذ من مثلا من اليسار لليمين،
أو من اليمين لليسار عادي، يعني ممكن أخذ المقطع معكوس، معكوس من اليمين لليسار، أخذ المقطع جزء من السترينج بترتيبه العادي من اليسار لليمين، كيف بحدد بداية المقطع ونهايته؟ هذا كله راح نأخذه chapter strings. راح نأخذ الconcatenation اللي هي الجمع، كيف أدمج جمع، شو يعني جمع هون؟ الجمع عادة نستخدمها لجمع الأرقام، بس إذا كان الأوبرانس الأطراف الجمع هو strings، بتكون الجمع مش جمع عادي، معناها دمج. يعني أقول hello زائد علي بتكون hello علي، بدمجهن ببعض. الريبيتيشن الستار، طب الستار عادة الستار بستخدمها للضرب، 5 × 6 = 30 تطلع. لو بس لو قلت هلو ضرب 3، هلو ضرب 3 معناهاش إنه هلو ضربها، مش راح يعطيني رقم، راح يكرر لي ريبيتيشن تكرار، راح يكرر لي هلو 3 مرات، هلو 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 راح يصير نتيجتها. راح نشوف بين هذول بوقتين. comparison operators نستخدم عمليات المقارنة. طبعاً عمليات المقارنة إحنا استخدمناها من الشابتر الأول صح؟ قارنا، لا من شابتر 2، مقارنة بين 2 strings. برد ذكرك فيهن كيف تقارن بين 2 strings. كمان في operator راح تظهر عنا اسمها in، راح تكون هاي الin operator ظهرت عنا بالفور، لأنه صيغة الفور راح نقول مثلاً for i الrange، الrange من 1 to 6 معنى in، بس إن بمفهومها بالفور بيختلف عن الإن اللي راح ناخذها. يعني مثلا ممكن أقول إكس إن عمان، شو يعني إكس إن عمان؟ هل حرف إكس كحرف بس مش كمتغير، كحرف لازم أحطه بين كوتيشن، إن السترينج عمان بحطه كمان بين كوتيشن، هاي نتيجتها يا ترو يا فولس، إنه هل هذا الحرف أو السب سترينج موجود بسترينج أكبر؟ إذا بعطيني true، إذا لا بعطيني false. هاي ال in بالfor راح نستخدم ال in بس بمفهوم مختلف، راح نشوف شو معناه بس نأخذ الfor. string methods راح نطبق مجموعة من الميثودز على string. إحنا لغة بايثون كثير بتساعدني وكثير بتسهل علي البرمجة، ليش؟ لأنها بتعطيني لكل إشي methods جاهزة، methods وfunctions جاهزة، مش كل شيء أنا بدي أفكر فيه وأكتبه من الصفر زي لغات البرمجة الأخرى. البايثون لا، مثلا السترينج في عنده فانكشنز كثير وميثودز كثير. لين مثلا مباشره بعطيه لين اوف احمد مثلا، بعطيني طولها 5، بعطيني عدد الرموز اللي فيها، هذا فانكشن. في عندنا ميثود زي كابيتالايز، كابيتالايز بعطيني شكل الجمله، شو شكل الجمله؟ هاي شكل الجمله، العنوان اول حرف كابيتال، لا الكابيتالايز اول حرف كابيتال بأول كلمة وباقي الأحرف كلها سمول. مثلا الكاونت بعد إشي معين، كم مرة تكرر داخل السترينج. الإنس with هل ينتهي بي، starts with هل يبدأ بي، بإشي معين لازم أقول له شو هنه. find أبحث عن إشي داخل السترينج. is digit هل هذا السترينج هو digit، طبعا كيف بيكون السترينج digit؟ إذا كان كل رموزه أرقام بيكون digit، بعطيني true. إذا numeric تقريبا زي is digit. lower بعطيني string جديد كل أحرفه small. الأبر بعطيني string جديد كل أحرفه capital. رح نستخدم الدورانات والin operators بالstring. chaining of operations كيف أستخدم أكثر من function بنفس الجملة، هاي نسميها chain سلسلة. using iteration draw sequence كيف استخدم الدوران عشان الف على عناصر السترينج مثلا واطبع، اذا بديش مثلا name يساوي احمد، لو قلت له print name بيطبع لي احمد مره واحده. طب اذا بدي اطبع حرف حرف، a لحاله، h لحاله، m لحاله، بقدر اعمل loop يمر عناصر الكلمه حرف حرف ويطبع لي الحرف حرف بدل ما يطبع لي الكلمه كلها. هذا راح نعلمك كيف تستخدم الدوران عشان يمر على عناصر السترينج. طيب في عنا الاقترانات، شابتر 4 بيحكي عن الفانكشنز، كيف نعرف فانكشن، كيف نستدعي فانكشن، كيف نتبع الكود اللي فيه اقترانات. شو يعني اقتران؟ راح نقسم البرنامج لأجزاء وكل جزء نعمله داخل فانكشن، لحد النقطة قبل ما ناخذ فانكشنز كل برنامج راح أكتبه وحدة واحدة، كله كتلة واحدة. بس ناخذ الفانكشنز لا، راح اصير اعمل فانكشن بيعمل كذا، فانكشن بيعمل هيك، راح يصير برنامجي مكون من اكثر فانكشن، من اكثر من فانكشن، والجزء الخارجي يصير زي مدير، مدير يستدعي هاي الفانكشنز حسب اللزوم.
راح نتعلم كيف نتبع الكود بوجود الفانكشنز، كيف نمرر قيم للفانكشن. احنا من نوع ناخذ لام السين لام اكس تساوي اكس تربيع زائد 5 مثلا، لام اكس فاصله واي، هاي هي اقترانات، بس احنا بدنا نتعلم اقترانات بشكل اوسع، نكتبها زي الاقترانات اللي بتتعلموها بالرياضيات وبالاحصاء، واقترانات بشكل اوسع. يعني ممكن اقول لك اعمل لي اقتران بعطيه قيمه رقم صحيح بعطيني الفاكتوريال، اعمل لي اقتران بعطيه كذا برجع لي نتيجه اخرى. هيك function calling functions، كيف function بيستدعي function آخر. في عنا defaults and named parameters، هذا كله راح تفهمه بالfunctions. multiple return statement، شو يعني return بالأول، راح تفهم شو يعني return statement داخل الfunction، كيف ممكن الfunction يحتوي على أكثر من جملة إرجاع، ممكن يرجع أكثر من قيمة بنفس الجملة. شو يعني procedure، شو الفرق بين procedure والfunction، الfunction بيرجع نتيجة، procedure بيرجعش نتيجة. شو يعني local variable، شو يعني global variable، global عام الكل بيستخدمه، اللوكال خاص بيستخدمه بس function معين، كيف بيكون المتغير local، كيف بيكون global، هذا رح ناخذه. والscope rules هذا كله رح ناخذه بالfunctions. يعني هالساعة لو شرحت مش رح تفهم شو اللي بحكيه. الملفات، قلنا الملفات كثير ضرورية، اني بدل ما انا ادخل الانبوتس من الكيبورد وانا بطيء جدا طبعا بالادخال، راح اكون انا او غيري، يعني حتى لو اللي بيطبعوا زي السكرتارية اللي بيطبعوا 200 كلمه بالدقيقه راح بطيئين مع الكمبيوتر مقارنه مع الكمبيوتر. الكمبيوتر بيقرا ملايين المعلومات بالثانيه الواحده، يعني انا اخلي معلوماتي موجوده بملف واقراها من فايل، خصوصا يعني مثلا كثير تطبيقات فيها حجم كبير من الانبوتس، يعني انت ما بتقدر تدخلها، لازم تجيب فايل وتعمل ببرنامجك كود يقرا الانبوتس من الفايل. بنفعش انا ادخل، لانه حتى لو دخلت، حتى لو قدرت ادخل، اذا عملت رن في ايرور بس ترجع تعمل رن مره ثانيه، لازم ترجع تدخلهن من جديد، ترجع تكتبهن من جديد. احنا عاده بنظلنا نعمل انبوت من الكيبورد على قيمه متغيرين الاسم مثلا اكس واي زد، هاي مش فارقه معنا لانهن كلهن كم قيمه، بس اذا كانت مشكله حقيقيه وفيها انبوت بتكون الانبوت كبيره ما بزبط، لازم نجيب ملفات نخزن فيها الانبوت، وكل مره اعمل الرن اقرا من الفايلز. كذلك الاوتبوت، طب شو قراءه، راح نعلمك كيف تفتح ملف للقراءه، كيف تقرا منه بعدين تسكره. جمل القراءة راح نستخدم الريد والريد لاين والريد لاينز، وراح نعلمك كمان ما تفتح ملف للكتابة للرايتنج، إذا بدك تكتب النتائج بملف رايتنج أو أبندنج الحاق، وهاي جمل القراءة راح تكون رايت ورايت لاينز. بعد ما تخلص شغلك بالملف بتعمل له كلوز كلوزينج، وراح ناخذ إشي اسمه with statement في آخرها. طبعا جزء الاكسبشنز، في جزء ثاني بالشابتر اللي هو الاكسبشنز، الاكسبشن نعطيكوا شيئا، نعطيكوا بس اساسيات الملفات. ليست اند سيت، هسه جينا على الداتا ستراكشرز بالشابتر الخامس، الداتا ستراكشرز الخامس ولا السادس اللي هو الخامس. ليست اند سيت من طرق تخزين البيانات، زي مثلا عندي علامات شعبتكم 110 طلاب، معقوله اخزن 110 متغيرات عشان اخزن علاماتكم؟ لا، بستخدم ليست اللي هي مصفوفة، بخزن فيها كل علاماتكم بمتغير واحد، بس هو ليست مش متغير عادي زي مصفوفة. طيب في عنا ليست وفي عنا سيت، الليست رح نتعلم فيها كيف كيف بتتخزن، زي ما تعلمنا بالسترينج كيف بتتخزن كل قيمة بموقع، كيف إلها اندكسينج، طبعا الليست إلها اندكسينج. طبعا بس نصل لشابتر الليست رح يكون هاي المواضيع سهل كتير، لأنه بنكون تعلمناها بالسترينج على نفس المبدأ. السترينج هي عبارة عن list of characters، الليست العادية ممكن تكون شو ما كان أنواع البيانات مش مشكلة، كل عنصر بتخزن داخل الموقع، كل عنصر له index. مبدأ الاندكسينج والسلايسينج بتكون اتعلمناها بالسترينج راح نطبقها على الليست. في عنا مجموعة من الأوبريترز تستخدم مع الليست، زي ما استخدمنا الجمع والضرب مع السترينجز، الجمع بمفهوم الدمج، الضرب بمفهوم التكرار، كمان الليست بتطبق عليها الجمع بمفهوم الدمج والضرب بمفهوم التكرار. وفي عنا ميثودز وفانكشنز رح نطبقهن على الليست بوقتها، في عنا أبند مثلا للإضافة، بوب للحذف، ريموف، انسيرت، ديليت، هذول كلهن رح نطبقهن، نشوف شو كل واحد شو تأثيره على الليست. اللين
راح استخدم الـ in operator زي ما استخدمناها بالstring، تقريبا بتكون نفس المفهوم. شوفوا بصير الشغل أسهل لأنه بنكون تعلمناه بالبداية على string، بصير الشغل على list والsets أسهل. طب شو sets؟ راح نتعلم الست. طب الست شو راح تفرق عن الليست؟ أول شيء طريقة تمثيلها، الليست مجموعة قيم بين براكت، بين شو يعني براكت؟ أقواس المربعة. الست مجموعة قيم بين braces، بين left brace و right brace. البريس اللي هو القوس اللي له طعجة، هذا نسميه brace، left brace و right brace، مش parentheses. البرانتسيز القوس الدائري هذا، هذول brackets، هذول الليست بحصرها، هاي ذولا braces. الستس القيم بتكون محصورة بين braces، الليست بتكون محصورة بين brackets مجموعة القيم. الست ممنوع تكرار القيم فيها، الليست مسموح أكرر. الليست لو كررت بيعتبر كل، يعني لو قلت واحد فاصل واحد فاصل، يعني علامات الطلاب بنفع أكرر ولا بنفعش؟ أعمل ست ولا ليست؟ لا بدي أعملها ليست، لأنه ممكن طالبين يجيبوا 50 50 50، صح ولا لا؟ ممكن أكثر من طالب يجيبوا نفس العلامة، يخزن لي إياها واحدة، بالست بخزن لك واحدة، الليست لا بخزن كل قيمة لحال. الأسماء ممكن تكرر الاسم كمان، إذا الليست في تطبيقات تلزمني ليست، في تطبيقات تلزمني ست. الست اللي إذا بديش تكرار، إذا بديش تكرار بختار الست، إذا بدي تكرار يتكرر بختار الليست. طب شو راح تفرق الست؟ الست راح نتعلم شو مبدأها، كيف بتتخزن داخل الكمبيوتر. طبعا احنا مش بالفايلز هون، انا كتبت تحت. راح نتعلم شو مبدأها الست، شو الست ميثودز والست فانكشنز والاوبريتورز اللي بتشتغل على الست. طبعا فيش اندكس بالست لانه الترتيب مش مهم، ما فيش تكرار والترتيب مش مهم. الليست لا مسموح التكرار والترتيب مهم، لهيك بستخدم الاندكس. بعد ما نكمل شابتر الليست والسيتس، في بضل عندنا الستاندرد لايبراريز. ستاندرد لايبراريز مفصول شابترين، ستاندرد لايبراري 1 وستاندرد لايبراري 2. ستاندرد لايبراري 1 ولايبراري 2. لايبراري 1 طبعا ممكن احنا بضلش وقت كثير باخر الفصل من نختصرهن كلهن، نعطيكم اياهن مختصرات، او بنعطيكم النم باي والساي باي مختصرات بس حسب الوقت المتبقي. دائما باكثر الفصول ما يعني معنا ما كنا نعطي ساعه كامله وما نضيعش ولا دقيقه، المادة طويلة يعني بدها كثير، كان ما يظلش وقت آخر شيء نختصر هذول المواضيع. النمباي قلنا والساي باي هذول اللايبراريز أو الموديولز اللي خاصات بي، بيعطيني مجموعة فانكشنز إلها علاقة بالنيوميريكال وبالساينس. وطبعا في أشياء مشتركة بين النمباي والساي باي، لأنه النيوميريك والساينس فيهن بقدر أعمل تكاملات، بقدر أعمل لينير سيستم، أحل مجموعة معادلات، بقدر أضرب ماتريسيس مصفوفة بمصفوفة، بقدر أوجد الإنفرس إلها. يعني هاي المعادلات اللي عندكم بالكيمياء والفيزياء وبالكتب بسهولة بقدر أطبقها باستخدام النمباي والساي باي. اتفقنا؟ الستاندرد لايبراري 2 في عنا ماتبلوت وبانداز. الماتبلوت وظيفتها أني أتعلم كيف أعمل لها import للموديول، بعدين أستخدم الفانكشنز اللي فيها والميثودز اللي فيها. الميثودز اللي فيها بتمكنني أني أرسم منحنى، يعني عندي function معين بعرفه بقدر أرسم منحنى باستخدام الماتبلوت. البانداز بتمكن أني أقرأ داتا من ملف، من ملف. طب قولي ما إحنا خلنا فايلات، خلنا الفايل text file. هون البانداز تقدر تتعامل مع الملفات بشكل أكبر، حيث مثلاً تقرأ من ملف إكسل، تقرأ عدد معين من الريكوردز، مش شرط تقرأ كل الريكوردز، كل السجلات، كل الصفوف. ممكن توجد أكبر قيمة، أقل قيمة، تعرف أسماء الصفوف، أسماء الأعمدة، كل هاي موجودة بالبانداز. بالقراءة الفايل العادي لا، بس بقرأ بيانات بدون ما أوجد تحليلها وتفاصيل عنها. فهمنا؟ طيب توزيع العلامات حكينا أن التوزيع لحد الآن بعده مش واضح، بس هون مثلاً توزيع قديم هذا كان 20 5 25، الفصل اللي عملنا 25 ميد و 25 مشاركة و 50 فاينل، بس الفصل هذا مش شرط يكون هيك. أحكي لكم أكيد ال 50 فاينل، أما قديش على الميد قديش على المشاركة هذا بعدين بعد شوي بتحدد. اتفقنا؟ طيب نروح أول إشي على كيف تنزل أناكوندا. لازم تنزل أناكوندا. طبعا أنا قبل شوي وريت الطلاب بالشعبة الثانية
دخلت كتبت أناكوندا 3، طبعاً هم كاتبين أناكوندا 5.2، تقدر تستخدم أناكوندا 5، أنا كتبت أناكوندا 3. هاي أول إشي طلع لي Individual Edition أناكوندا، شفتوا Individual Edition أناكوندا. دخلت على هذا الموقع، نزلت لتحت، طلعت أنزل، في عنا إشي لينوكس وويندوز. ننزل كمان، ننزل. شوفوا ها، شايفين؟ طلعت أنزل، طلع لي إشي خاص بالويندوز، إشي خاص بماك أو أس، وإشي خاص باللينوكس. أنا شو منزل؟ شو الأوبريتنج سيستم اللي منزله؟ ويندوز. في ناس بتنزل لينوكس مثلاً، في ناس بتنزل ماك او اس، انت حسب الاوبريتنج سيستم اللي منزله على جهازك. احنا كلنا منزلين تقريبا بديش اقول كلنا، منزلين ويندوز. انا منزل ويندوز على جهازي، معطيني خيارين 64 بت معطيني 32 بت. طب مين انزل؟ حسب نوع مواصفات جهازك. هاي دروع على الجهاز، دروع على جهازي. طب كيف اعرف هو 64 ولا 32؟ بعمل كليك يمين على ماي كمبيوتر او ذيس بي سي حسب ايقونتك بتمثل الكمبيوتر، بختار بروبريتيز خصائص. صارت خصائص، شوفوا هاي خصائص الجهاز، البروسيسور عندي اي 7، الميموري الانستول درام 8 جيجا، سيستم تايب، شايفين سيستم تايب 64 بت اوبريتنج سيستم. اذا انا لازم انزل ال 64 مش ال 32. جهازك انت ممكن يكون 32، بس على الاغلب اكثر الاجهزه صارت 64 الا اذا الجهاز قديم كثير. بس تاكد منها قبل ما تروح تنزل، تاكد منها. ضغطت انا على 64 بت، طلع لي ها نزل لي هذا اكسكيوتابل فايل. هسه اذا فتحته وعملت له رن بنزل على جهازي، هو اصلا نازل، انا ما راح اعمل له رن لانه بنزل على. هسه بعد ما نزلته وين بتلاقيه هذا اذا ما فتحتوش من هون؟ بالداونلود، بتروح على الداونلود. لو رحت على الداونلود هون، شوفوا هاي الداونلود، هيا شايفينه؟ لو عملت له دبل كليك عليه ببلش ينزل. يعني انا مجرد هيك ما نزلت، لازم اعمل له دبل كليك ببلش ينزل. اعطيني خطوه خطوه، وبعدين تعمل نيكست نيكست نيكست. بس انتبهوا انه بعض الخطوات تاخذ وقت، يعني تحس انه علق، هو لا باخذ وقت. ننتبه انه بعض الخطوات بتاخر، تحس انه والله قاعد على نفس الجمله، بعطيني جمله نفسها بظل 10 دقائق بجوز ربع ساعه. هو بنزل، يعني لا تطفيه، تا يكمل كل شيء. بس يكمل بتلاقي انه هاي انا عندي نازل، نزلت انا نفس ما حكيت لكم بس من الفصول الماضيه. هاي انا كوندا 3 64 بت، افتحها. هاي سبايدر نزل لي ايش التطبيق، الإديتور سبايدر. طبعا ما فيش غير سبايدر، هو هون بينزل سبايدر لحاله، يعني انت ما بدك تعمل خطوة تنزل الإديتور، بس في غير سبايدر، في تشارم، في أشياء كثير كلهم تقريبا بيشتغل نفس المبدأ، بس احنا متعاملين مع السبايدر. طبعا أنا كمان بتضغط دبل كليك بيشتغل سبايدر. سبايدر بده 4 دقائق تيشتغل. هاي أنا شغلت قبل شوي سبايدر، هاي عملت دبل كليك عليه واشتغل السبايدر. هون الإديتور اللي أنا بكتب فيه، هون الكونسول، عند الكونسول بتظهر النتائج. شوفوا عند الكونسول تظهر النتائج. رح أروح على الشابتر، بداية الشابتر نشرح لنا شوي. أول شغلة بدنا نعرف شو يعني لغة. طبعا تحملونا شوي، رح نشوف شو يعني لغة. طبعا إحنا رح نبلش رح ناخذ سبتات، بس السبت هذا مش رح ناخذه لأنه الطلاب بعدها بتسجل، بسحب وبتضيف عشان الطلاب كلها تكون. رح ناخذ السبتات محاضرات الا اذا كان في كويز وما ما فيش محاضره، بس السبت هذا لا. خلينا نعطيكم لمحه شوي زي الشعبه الثانيه. قبل ما نحكي عن الرولز، نحكي شو يعني لغه. شو يعني لغه؟ لغه هي وسيله التخاطب بين الاشخاص، صح؟ اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه وسيله التخاطب. طب شو يعني لغه برمجه؟ لغه برمجه هي وسيله التخاطب أو التواصل بين المبرمج والكمبيوتر. كيف أنا بدي أطلب من الكمبيوتر يشتغل لي شغلة معينة؟ لازم يكون في برنامج. طب البرنامج مكتوب بلغة من لغات البرمجة. لو جينا حكينا اللغة من إيش بتتكون؟ اللغة العربية من إيش بتتكون؟ بتتكون من الأحرف والأرقام ورموز، جمع وطرح وضرب وعلامة سؤال وعلامة استفهام وفاصلة وفاصلة منقوطة وكولون، صح؟ نفس الإشي لغة البرمجة، في إلها أساس. في عنا رموز بتكون لغة البرمجة، في عنا الأحرف، في عنا علامات، في عنا الأقواس والعلامة السؤال،
الجمع والطرح والضرب والقسم وباقي القسم، كلها هاي الرموز بقدر استخدمها بالبرنامج. طبعا الاحرف بالبرنامج احرف لغه انجليزيه، مش راح اكتب كلمات باللغه العربيه بالبرامج. لو رجعنا على اللغه العربيه مثلا، الاحرف هل بستخدمها كل حرف لحال؟ لا، انا من الاحرف بكون كلمات. بنفس الطريقه من الرموز بكون ايدنتيفايرز بلغه البرمجه، ايدنتيفايرز معرفات. المعرفات هاي اما بتكون باليوزر ديفايند او كيوردز. كيف يوزر ديفايند او كيوردز؟ اما كلمات محجوزه زي برنت، انبوت، اف، فور. كيف كونت اف؟ اي مع اف، اي مع اف صارت اف، فور، اف او ار، بس الها معنى باللغه. فور للدوران، وايل للدوران، اف للشرط، الس والا، برنت للطباعه، انبوت، صح؟ او كلمات انا بستخدمها الي زي اكس تساوي 10، استخدمت اكس، سالري يساوي 500، هاي كونت ايدنتيفايرز. انا ايدنتيفايرز، الايدنتيفايرز اما يوزر ديفايند او كيوردز. طيب الايدنتيفايرز بس بستخدم ايدنتيفايرز انا؟ لا، انا بستخدم ستيتمنتس انستراكشن. زي باللغه انت بالعربي بتستخدم كلمات متقطعه ولا بتكون جمل؟ انا بكون جمل من الكلمات، والجمل لها سينتاكس قواعد. نفس الشيء بلغه البرمجه، انا بكون جمله انستراكشن، والانستراكشن لها سينتاكس صيغه. اتفقنا؟ طيب خلاص المره الجايه بنبلش يعني حتى لا انا اعطيتهم اكثر منكم شوي، مش عارف ليش. الشعبه الثانيه ببلش لهم كاني ما اعطيتهم مش شيء زيكو، بس ان اعطينا السيليبس يعني لحد الان احنا كان اعطينا بس السيليبس بهاي المحاضره الاثنين ان شاء الله الاثنين، بس بصير محاضرتنا اثنين اربعة سبت بس نبلش. اذا في كويز او شيء بناخذش السبت، اذا في كويز بس بالبدايه ناخذ ماده راح يكون ما فيش عندنا كويزات، يعني لازم ناخذ السبت عشان نمشي بالماده لانه الماده طويله. يا لا يعطيكم العافيه.